بعد سجال وحرب تصريحات بين أطراف أزمة سد النهضة خلال الأيام الماضية، جاءت الخطوة الأولى في اتجاه عودة التفاوض من خلال الاتحاد الإفريقي الذي وجه دعوة لكل من مصر والسودان وإثيوبيا لعقد اجتماع في الكونغو الديمقراطية التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد على مستوى وزراء الخارجية. هل تنجح هذه الخطوة في إعادة أطراف الأزمة إلى طاولة التفاوض؟ معنا الآن من القاهرة مراسلنا سمير عمر. سمير، مساء الخير. ضعنا في أجواء هذه الدعوة، ما هو جدول الأعمال على الأقل من المعلومات المتوفرة حتى الآن؟ يعني مهند، لا يمكننا الجزم بأن هناك دعوة رسمية تسلمتها القاهرة أو أن هناك موقفا رسميا من مصر بالمشاركة أو الامتناع عن المشاركة. حتى الآن لم يصدر شيء رسمي عن وزارة الخارجية المصرية باعتبارها الجهة المدعوة لهذا الاجتماع بشأن هذا الاجتماع الذي دعا له الاتحاد الأفريقي حسبما وردت في الأنباء. ولكن لدينا ما يخص الموقف المصري من قضية المفاوضات بشكل أساسي، وكذلك التنسيق مع الجانب السوداني بشكل آخر. فيما يتعلق بموقف مصر من المفاوضات التي قد يدعى إليها الاتحاد الأفريقي برئاسته الكونغولية في هذه الدورة، مصر وفقا لمصادر دبلوماسية تواصلت معها خلال النهار، يعني مسألة المفاوضات، مسألة رعاية الاتحاد الأفريقي، لن تقابل برفض مصري. ثانيا، هذا الأمر سيكون بالتنسيق الكامل بين القاهرة والخرطوم، لأن ما ورد من قبل وما دفع السودان إلى اقتراح مقترح الرباعية وما دفع القاهرة إلى قبول هذا المقترح ومجاراته والدفع في اتجاهه هو وصول المفاوضات عبر آلية الاتحاد الأفريقي إلى طريق المسدود. مهند، ما دفع السودان ودفع مصر إلى المطالبة بتشكيل رباعية هو عدم ثقتها في أن تسفر جهود الاتحاد الأفريقي برئاسة الكونغولية على عن مسار يفضي إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل وعادل بشأن سد النهضة. ومن ثم مسألة قبول مصر والسودان للتفاوض عبر آلية الاتحاد الأفريقي ليست مستبعدة، لكنها أيضا ستكون مطالبة بوضع شروط نجاح هذه الجولة من المفاوضات حتى لا تضاف إلى سجل الإخفاقات السابقة. الأمر الثالث، التوجيه الاستراتيجي الخاص بسد النهضة فيما يتعلق بمصر ما زال هو المفاوضات كخيار رئيسي بغية التوصل لاتفاق لا يفتعت على حقوق مصر والسودان ولا يمانع تنمية إثيوبيا. شكرا جزيلا لك سمير عمر، مراسل سكاي نيوز عربية مباشرة من القاهرة. الآن معنا من لندن الخبير في الشؤون الإفريقية علي هندي. أستاذ علي، مساء الخير. ما الجديد في هذه الدعوة برأيك؟ وهل هناك إمكانية لأن يتمكن الاتحاد الإفريقي من تحقيق أي تقدم بالنظر إلى عدم الثقة بين قوسين كما أشار زميلنا سمير من القاهرة في أنه هذا الاتحاد قادر على الدفع بالمفاوضات قدما؟ شكرا أستاذي على الاستضافة. أعتقد أنه السمة التي لازمت مفاوضات سد النهضة عادت من جديد، هذه المرة تعود بشكل منفرد مختلف عن ما عادت إليه في المفاوضات التي رعتها واشنطن، وأيضا بوجود الاتحاد الأفريقي. هنا أعتقد الاتحاد الأفريقي يحاول من جهته أن يتحرك وفق الآليات التي كانت طرحت، وفق المقترحات التي كانت طرحت حول آراء الخبراء ومن ثم الحسم. وهذه النقطة لم تحسم بعد، يعني كان هنالك خلاف عليها، وكان خلاف حول الآليات المتبعة في اتباع هذا الأمر. ودخلت يعني فترة حكم رئاسة جنوب أفريقيا للاتحاد الأفريقي انتهت وبدأت جولة الكونغو. كان هنالك تعويل قبل طرح المبادرة الرباعية بضرورة أنه الاتحاد الأفريقي أو اللجان الفنية كما قال الجانب السوداني أن تتولى مسألة يعني تذليل العقبات أمام الاتحاد الأفريقي لكي يصل إلى اتفاق. لكن ما بين تلك الفترة والآن كما ذكر مراسلكم هنالك طرح جديد الآن بالمبادرة الرباعية. أزمة سد النهضة وأزمة الثقة في سد النهضة بين الدول بدأت يعني تظهر بقوة من خلال التداخلات في المبادرات التي يعني تستجدي كل منها أطرافا معينة وتحاول أن تراجع ملف سد النهضة وفق سياق تاريخية محددة لا يقبلها كل الأطراف. هذه هي المشكلة. المشكلة هو أن كل الأطراف تدخل هذه المفاوضات أو هذه والقبول بهذه المبادرات أو رفض هذه المبادرة
في غالبها هي إما لاستحقاقات داخلية أو لتصفية مواقف داخلية على حساب مواقف داخلية أو لإقناع الرأي العام الدولي بأنها استنفذت كل خياراتها وبالتالي هي تتجه طيب. نحو هذا. هل يملك أستاذ علي هل يملك الاتحاد الإفريقي أي شيء جديد على الأقل إعادة هذه المفاوضات إلى مسارها الصحيح؟ واضح أن الطرف المصري والسوداني ليس لديهم الكثير من الثقة بأنه الاتحاد قادر في هذه المرحلة أن يغير من المواقف. هل بإمكان الاتحاد بأي شكل من الأشكال أن يمنع إثيوبيا مثلا من المضي في خطتها لملء المرحلة الثانية من الخزان؟ هو من حق مصر والسودان وهم طموحين في هذا الامر انه تكون لديهم مخاوف من مقدره الاتحاد الافريقي، لكن لا ننسى بان الاليه الفنيه التي تسمح بمراقبه اداء وتلزم اثيوبيا واحد من المراقبين او من المشرفين عليها كانت اليه الاتحاد الافريقي التي وافق عليها الاطراف. الان اذا من حق الجانب المصري والجانب السوداني هنالك تفهم لموقفهم لأن الاتحاد الأفريقي لا يملك الآليات ولا يملك الأدوات لكي يرغم أثيوبيا، هذا أمر معروف، لكن طبعا هذا كان من ضمن الآليات حتى عندما اتجه الأمر المجلس الأمن عاد المسألة الاتحاد الأفريقي وقبلت مصر والسودان بهذا الأمر. هذا يمكن أن يقرأ في سياقات أنه كانت تحاول مصر والسودان أن تعطي الاتحاد الأفريقي فرصا، لأنها حتى عندما تلجأ إلى مجلس لم تكون قد استنفذت كل كروتها، لكن وكانت تعلم ذلك، لكن لابد الآن المسألة لم تختلف تماما عن ذلك الطرح وهي ستستمر. أنا في تصوري الاتحاد الأفريقي يتحرك ضمن تلك المرحلة التي بالنسبة له لم تنتهي ويريد أن يضع لها نهاية من خلال وضع اختبار أعتقد حقيقي لتقرير اللجان الفنية ومعرفة مدى التزام هذه الدول أو مدى استعداد هذه الدول بالالتزام. بس أستاذ علي نحن تجاوزنا مسألة اللجان الفنية كما يرى الكثيرون، لأنه إثيوبيا ماضية بإجراءات أحادية الجانب لا علاقة لها بشكل مباشر بتقارير اللجان الفنية، وبالتالي قواعد اللعبة اختلفت هنا. لا، الاتحاد الافريقي لو قرأناها من وجهة نظر الاتحاد الافريقي هنالك قضية معينة وهي قضية ان الملء هو ملء تشغيلي، وهذا ما اقنع ما تقدمه اثيوبيا. النقطة الثانية التي ينطلق منها الاتحاد الافريقي في وجهة نظره هو ان آلية حسم النزاع حول مستويات الجفاف ومستويات الجفاف الممتد والأسس التي يجب ان تعاد اليها أو العودة إليها للتأكد من هذا الأمر. الأمر الثالث هو موسم الأمطار وآلية تحديد الأمطار وكمية الأمطار التي هطلت والتي بالتالي تصبح جزءا من المسألة التشغيلية لسد النهضة. كل هذه الأمور الاتحاد الأفريقي ينطلق منها، الجانب السوداني والمصري ينطلقان من 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 جوانب أخرى، وهي أن الملء الثاني ليست هنالك ثقة في أنه سيكون ملئاً تشغيلياً فقط، إنما سيكون ملئاً سيؤثر على تدفق المياه في سد الروسيرس وبالتالي المياه التي تصل إلى مصر. أتصور أن الجانبين يتحدثان بمنطلقات مختلفة أو بدواعي مختلفة. عامل الثقة بين الأطراف كلها ليس موجوداً، والاتحاد الأفريقي أيضاً أعتقد يريد أن يستنفذ أيضاً خياراته قبل أن ينطلق نحو المرحلة الثانية. هل تعتقد أستاذ علي في الدقيقة المتبقية هل تعتقد أن الاتحاد الإفريقي ربما يصل في مرحلة من المراحل لأن يقول نحن بذلنا جهد حاولنا ولكن الأمور واضح أنها مستعصية وبالتالي لابد من إشراك أطراف ثالثة؟ هل هذا موقف وارد بالنسبة للاتحاد أم أن المسألة يجب أن تظل ضمن المظلة الإفريقية كما يطالب البعض؟ لا، تصور أنه الاتحاد الأفريقي سيكون مدفوعا أيضا بالعوامل الداخلية الأثيوبية التي أصبح يتطلب منه الآن أن يتخذ موقفا حادا منها، وهنالك حملة في داخل أثيوبيا من بعض من القوى التي تمثل تيغراي في المطالبة باستقالة موسى فكي الأمين العام لمنظمة الاتحاد الأفريقي. بالتالي الاتحاد الأفريقي يتصور سيكون تحت ضغط من جراء أو انعكاسا للاستحقاقات الداخلية الأثيوبية، وهذا في تصوري الامر الخيار او الاحتماليه انه الاتحاد الافريقي يقوم ب بالاعتراف بانه اصبح غير قادرا. هذا الاحتمال وارد بقوه في ظل ما تعانيه اثيوبيا والاتحاد الافريقي
في سياقاتها المكتملة وليس فقط في مسألة سد النهضة. شكرا جزيلا لك الأستاذ علي هندي الخبير في الشؤون الإفريقية، كان معنا من لندن.